يعني نور، في ظل الغلاء المعيشي الكتير كبير يلي عم نعيشه بالوقت الحالي، وبظل تفشي وباء كورونا، كان لابد من وجود مساعدات حقيقية على أرض الواقع، ولو كان لها دور بسيط، ولكن هي موجودة وعم تعمل من أجل سوريا ومن أجل أفراد سوريا والأسر في سوريا. واليوم بيسعدنا نستضيف نماذج من المتطوعين في الأعمال الخيرية. بدي رحب بزهرة شيخة، مديرة الفريق التطوعي في جمعية ندى. صباح الخير، صباح أهلا الخير، وسهلا يسعد فيكي. صباحكم. وأيضا بدي رحب بلوجين أبو جيب، مسؤولة قسم المبادرات المجتمعية. صباح الخير وأهلا وسهلا صباح فيكي. النور، أهلا فيكي. صباح الخير. صباح. بالبداية ست ندى، خلينا نحكي شوي عن الجمعية ونعرف الناس عنها، لأنه شفنا بالآونة الأخيرة خلال فترة الأزمة في كثير من الجمعيات أطلقت على أرض الواقع، في كثير من الشباب والعمل التطوعي كان له فعلا جهد جبار على أرض الواقع. أول شيء صباح الخير، يسعد صباحكم. جمعية الندى تأسست عام 2005، هي اليوم تهتم بجانبين، الجانب الخيري والجانب التنموي. بنشتغل على أكثر من نطاق بالمجتمع، من كفالات أيتام وطالب علم وكفالات أسر متضررة، وهدول الأشياء، هذا الجانب الخيري. بينما الجانب التنموي، خلينا نسميه، نحن عندنا 6 مراكز مجتمعية بنقدم فيه عديد من الخدمات، من المبادرات، كيف بنأسس فرق تطوعية، كيف عندنا برنامج حماية كامل للنساء والأطفال والدعم النفسي. تمام، يعني مشاريع كثيرة وشفنا فرق تطوعية كثيرة بالسنوات الماضية، يعني ظروف كثير صعبة مرقت على سوريا وعلى الأسر في سوريا، ولكن لوجين خلينا نحكي عندكم بجمعية ندى، كيف فيهم الشباب والصبايا يكونوا معكم متطوعين؟ كيف فيهم يساعدوا؟ هلا كيف يقدموا على التطوع انت تماما. قصدك؟ هلا نحن وقت بيكون في شواغر للتطوع اكيد بنعلن عن هذا الشيء، فهن بيقدموا في شروط محددة وعلى اساسه. هلا الشروط عند الانسه زهره، هي مسؤولة التطوع. هلا الشروط هي اهم شيء انه يكون عنده الحافز كيف بده يخدم الوطن، يعني او المجتمع، خلينا نقول بده يكون شخص مبادر فعال متواجد وقت بينطلب. واصلا هو، انا بقول لهم كل شخص بيجي بيقدم على التطوع هو شخص غير مجبر، لانه هو جاي من حاله يقدم صحيح. على التطوع. فالشروط بتقول انه هو يكون طالب جامعي اساسا، متواجد بمناطق العمل. اليوم عندنا 12 فريق تطوع، بنشتغل 180 متطوع، بنشتغل ب 12 ريف، وفي عندنا مناطق لدمشق اللي هي المناطق النائيه. بيقدموا الشباب، بنعمل مقابلات في معايير معينه للتطوع لحتى ينقبل انه يكون مبادر، مثل ما حكينا اول شيء، قدران يوصل معلومه وعنده شغف وحب العمل بالفريق. هذا اهم شيء، انه ما يكون عنده انانيه او تفرد بالراي، لازم يكون شخص قادر انه هو يتوالف مع كل الاطياف، لانه بده يشوف كثير عدد كبير صحيح. من الناس. طيب ست لوجين، خلينا نحكي عن المبادرات المجتمعيه اليوم يعني تقوموا فيها في ظل انتشار فيروس كورونا، نوعا ما يمكن المبادرات صارت الى طقوس خاصه صح. وصارت الى اجراءات خاصه، قديش قادرين اليوم بظل هاي الظروف تكونوا موجودين، وعلى اي الاساس كنتوا عم تركزوا بهي؟ صح مزبوط. هلا كثير اختلفت المبادرات قبل بسنه عن هلا. هلا نحن كنا من خلال الحمله الوطنيه للاستجابه لفيروس كورونا قمنا بكثير مبادرات. يعني هلا اول شيء بلشنا عملنا مبادرات تعقيم لكل شيء اماكن فيها تجمعات، يعني مثل تعقيم جوامع، تعقيم مدارس، افران. قاموا الشباب بمبادرات مثل رسم دوائر مشان التباعد الاجتماعي بأماكن الازدحام. قمنا بتوزيع مثل سلال صغيرة، كتات صغيرة للتعقيم. عملنا مبادرات توزيع السلال الغذائية كمان للعالم اللي انصابت بكورونا وما كانت قدرانة تطلع. فكتير المبادرات اختلفت. عملنا توعية، بس بما انه ما بنقدر نحن نعمل تجمعات، فكانت التوعيه عن طريق جروبات الواتساب. فكثير قمنا بتوعيه الاهالي، قسم حمايه الطفل عمل توعيه للاطفال، فيعني اشتغلنا هذا كله عن طريق الواتساب، كيف يعملوا ويقدروا، يعني اهميه الكمامات طبعا، اهميه المعقمات، يعني هي القصص كلها. تماما،
يعني زهرة، خلينا نحكي مع حضرتك اليوم، كيف فينا نحن نحدد الفئات المستهدفة بأي شيء هن بحاجة لنا، إن كان من معلومات إن كان من ممكن سلة مساعدة؟ كيف بتم تحديدها؟ عن طريق يمكن مخاتير أحياء أو عن طريق طبعاً ناس فيهم يتواصلوا معكم؟ حلو. هلأ نحن بما أنه الفريق التطوع هو منازل، هو يعني اسمه فريق تطوع، فهو متطوعين مسؤول ميداني بيشتغلوا زيارات منزلية، بفوتوا على البيوت بيشوفوا الاحتياج بعينه، مثلا هذا البيت هيك ناقصه فبيتسجل. نحن ضمن برامج يعني عديده نحن بنقدمها، عندنا برنامج مساعدات طبيه وبرنامج مساعدات غير غذائيه وبرنامج مساعدات عينيه، فبيبين معهم الاحتياج من خلال التواصل المباشر مع المستفيد نفسه، او من خلال التواصل وقت نفوت على منطقه جديده من خلال التواصل مع اشخاص المفتاحيين، هن نحن بنسميهم اللي هن رؤساء البلديات، مشكورين على جهودهم وتعاونهم الكبير. والمخاتير الاحياء يعني كثير هن بيعملوا لنا مثل خلينا نقول حاضنه، يعني بيحمونا من كل شيء، لانه هو بالنهايه فريق شباب عم ينزل على الارض، طبعا في موافقات عم توصل نوعا ما بالمية مية. هن يعني هن صله الوصل بين الخدمه اللي بتتقدم من الجمعيه والمستفيد اللي هو بحاجتها، يعني من خلال الرصد الحقيقي لهذا الشيء اللي هن بدهم اياه. يعني ما في شيء انه نحن اليوم بنوزعه من دون ما يكون عندنا معلومات عن كافه بيانات المستفيد. بس يمكن بالمجتمع السوري قبل وجود الجمعيات والعمل التطوعي من زمان عمل الخير موجود، يمكن هي بذره موجوده بالمجتمع السوري من زمان. اليوم يمكن في اهداف دائما بتقولوا هي السنه بدنا نوصل لاكبر عدد ممكن، اهدافكم القادمه يعني حققتوا بال2020 كل الاهداف اللي انتم بتتمنوها؟ عم تقولوا مثلا بالسنه الجاي بدنا نوصل مو ولا ل 5000 عيله، لا ل 10000 عيله اذا قدرنا. هلا اكيد نحن يعني للاسف بظل كورونا كثير صار في الواحد يعني ما عاد قدر يشتغل مثل قبل، بس نحن مثل ما قالت لوجين انه كثير عم نعمل مبادرات قويه لحتى يعني جميل. لو هي الكت يعني انا بقول لهم الكت تبع التعقيم انه في عدد صغير من الكمامات شويه كحول وعم نقدمها للاسر، هي عم تعمل لهم توعيه على مدار واسع. يعني الحمد لله هلا اذا بنمشي بالطريق بنشوف قديش في ناس عم تحط كمامات، فنحن هدفنا طبعا انه نوصل لاكبر عدد ممكن مثل ما هو هدف كل الجمعيات، ونحن اكيد بنشتغل مع بعض. يعني كل الجمعيات هي دائما في التعاون بيناتها لنقدر نوصل. هلا 2020 قدرنا نحقق اللي بدنا اياه اكيد، بس هي كانت صعبه ولكن هي صعبه استثنائيه يعني سنه استثنائيه بالفعل. فاكيد بال2021 في تطلعات كبيره انه نحن عندنا مستوصف لجمعيه الندى، بدنا ان شاء الله نكبره ونعمل اتفاقيات مع منظمات منظمه الصحه ان شاء الله لنقدر نوصل الخدمه بشكل مجاني للمستفيد. يعني هذا التطلع الكبير اليوم، وان شاء الله هيك يعني الله يعني يكون قدرانين نوصل لكل الناس ان شاء الله. لزين يعني ضمن العمل الميداني دائما بتنرد على الانسان المتطوع بشيء كثير مهم بشيء كتير إيجابي. اليوم طبعا قديش مهم نكون كإيد وحدة نساعد بعض ونحس ببعض، وخاصة بالأزمات يلي عم نمرق فيها وبصعوبات الحياة أيضا. طبعا أكيد كتير شيء مهم أن نحن نوقف جنب بعض، كتير شيء مهم يعني أن نحن يعني وشعور كتير حلو أنك أنت تكوني بهذا المكان وأن أنت تقدري تساعدي العالم. يعني إن شاء الله دائما نقدر نعمل هذا الشيء إن شاء الله. يعني إن شاء الله على طول. خلينا نحكي شوي عن مستوصف الجمعية، شرطي لنقطة مهمة عندكم مستوصف وحابين فعلا تكبروا هي النقطة الطبية ليكون فيها يمكن أثر كبير بالمجتمع لأكبر عدد من الأشخاص. مستوصف الندى هو بيقدم عديد من الخدمات، فيه عدد كبير من العيادات، عيادات سنية وداخلية وأطفال وتصوير أشعة. هو موقعه بمزي الشيخ سعد، إن شاء الله هلأ يعني عم نطلع أنه نحن نوسعه أكثر لحتى هلأ هو بأجور رمزية طبعا، بينما يصير في اتفاقية مع أي منظمة بتصير الأجور مجانية لأنه هو مدعوم. فيعني هيك بيقدر يوصل الخدمة لكل المجتمع وكل المستفيدين اللي ممكن أي حدا يعني من خلال التشبيك بين الجمعيات أنه فيها بأسعار قلنا رمزية رمزية يعني جدا. تمام تمام. خلينا نرجع عند لوجين وعند الخطط يلي بتحطوهم ضمن الجمعية ندى، وخاصة ضمن قسمك هو قسم المبادرات. اليوم كتير عم نشوف مبادرات لازم نحن نعملها ومبادرات عملناها من قبل، كيف بتم يمكن طرح المبادرة؟ كيف بتم التنسيق بالمبادرة؟ كيف بتم التوزيع ما بين أشخاص مختصين وأشخاص مستفيدين أيضا؟ تمام. هلا نحن في شيء كمان نستهدفه قبل المبادره، نحن ممكن نعمل تدريب للشباب. هلا بهذا التدريب هن بيعرفوا كيف يعني كيف يفهموا المجتمع اكثر، كيف يلاقوا المشكله وكيف يلاقوا الحل، فكيف يقدروا يتواصلوا اكثر مع العالم. فمن هذا التدريب اول شيء اللي نحن بنعمله ببدايه السنه
بيطلع معك يعني ممكن يكون فيه افراد، ممكن يكون فيه فرق شبابيه هن متشكله اوريدي وخالصه يعني. فنحن هذا الفريق الشبابي بيكون عنده فكره، فمن خلال جمعيه الندى نحن نقدر ممكن ندعمه بمبلغ مادي معين حتى يقدر ينفذ فكرته هي عن الارض. هلا نحن السنه الماضيه كان كثير عندنا مبادرات كثير قويه وكثير حلوه يعني، عملت ضجه كثير كبيره. كان عندنا مبادره لفريق كانت ترجمه كتب الجامعه بلغه الاشاره للطلاب الصم. كان عندنا فريق مكون من طلاب طب سنه اخيره، مثل كانوا حابين يعني يشتغلوا اكثر مع كبار السن، فهنا مثل عملوا لهم ماراثون صغير، عملوا لهم تشيك اب كامل من ضغط سكر فحوصات كامله، بعدين حولوهم على المختبرات. يعني كثير كان في افكار حلوه يعني، وهي السنه ان شاء الله عم نحضر لشغلات كثير حلوه هلا عم نشتغل عليها. طيب خلينا نحكي اليوم دور هي الجمعيات بنوعا ما النهوض بالمجتمع الاهلي، قد ايه له اثر كثير كبير. حكيتي انه تقوموا بدورات تدريبية وممكن كمان تساعد الناس بإقامة صح. مشاريع خاصة، يعني ممكن أي حدا ممكن يطرق الباب يكونوا موجودين لتساعدوه اليوم ضمن مشاريع، لأنه في ظروف المعيشية مثل ما عم نشوفها صعبة. فقديش قادرين اليوم توصلوا لهي الناس؟ قديش فعلا في شروط معينه اي حدا ممكن يدق بابكم تساعده ولا لا؟ هلا صح طبعا. هلا اول شيء يعني نحن الفكره من التدريب اول شيء مثل ما قلت لك انه نقدر نمكن الشباب اكثر. فهو طالما عنده اي فكره حلوه وهدف حلو وشيء حلو بيقدر يعمله اكيد بدق الباب واكيد نحن بنقدر نساعده يعني. ان شاء الله اكيد نتمنى لكم التوفيق. شكرا شكرا كثير لكم وللخطوات الحلوه اللي عم تقوموا فيها لكم. وان شاء الله الايام الجايه بنكون ظروفنا احسن ونحن احسن أكيد. وكل الامور بتتغير. شكرا كثير ان شاء الله. شكرا لكم، نتمنى لكم التوفيق. بنوجه تحيه لكل العاملين بجمعيه ندى على الجهود اللي عم تقوموا فيها. شكرا كثير. شكرا لكم.